طيب اذا هذه هون هلا اول محاضره في السيم باور سيستم زي ما انتم شايفين هون فتحنا الماتلاب هاي عندي هذا بنسميه كوماند ويندو كوماند ويندو اللي بقدر ادخل منه انستركشنز من هون بقدر اقول اكس بتساوي 1 اكس بتساوي 3 وبستجيب بجاوب من هون هون الفايلات او ممكن يكون معك بالشكل هذا هاي هون عندي هلا من هون اذا بتشوفوا هذا الرمز اللي موجود هون هذا رمز السيميلينج سيميلينج جزء من الماتلاب هذه اسمها اللايبرري براوزر هاي اللايبرري فيها بلوكس وفيها جروبس وفي كل جروب في بلوك مثلا اذا اجينا على السيميلينج من هون مثلا كومنلي يوز بلوكس بتشوفوا في بلوك مثلا هون اسمه كونستنت جراوند بلين مثلا سكوب بلوكس مختلفة كان نستعملها نسحبها زي ما بتعملوا في الليجو مين كان يلعب في الليجو وهو صغير تاخذ بلوك وتحط بلوك وتحط بلوك جنب ثاني وتشكلهم بصير بشكل نفس الشيء هذول هم اسمهم بيلدينج بلوكس باخذهم واحطهم مع بعض نقدر نركبهم مع بعض اذا راح نبدا فايل جديد الان راح نكبس هون على النيو موديل صار عندي فايل جديد لاحظوا الفايل بصيرش اخزن اسمه يكون في يبدا اصلا في الرقم بصيرش يبدا في الرقم ولا يكون في فراغات فاذا بدك تحط فراغ تحط اندرسكور خلينا نبدا هلا نبني دائرة بسيطة جدا راح ننزل هون هلا شايفين هذول البلوكس الاساسية تبعت السيميولينك انا بقدر اعملها اكسباند او كولابس وبعدين بتنزل من هون لاحظوا في عندنا اشياء كثير في عندنا ايرو سبيس كوميونيكيشن كنترول سيستمز تول بوكس داتا اكوزيشن امبيدد فازي لوجيك تول بوكس انسترومنت موديل بريدكتيف كنترول نيورال نتوركس لما بتاخذوا الانتليجنس ريل تايم احنا اللي بهمنا هون بشكل رئيسي عشان كورس الباور الكترونكس والماشينز بهمنا السيم باور سيستمز اذا بتكبس على السيم باور سيستمز او بتعملها اكسباند راح تشوف هون في سب لايبريز او سب جروبس هاي مثلا هون في عندي الكتريكال سورسز زي اي سي كرنت سورس اي سي فولتج سورس كنترول كرنت سورس كنترول فولتج سورس 3 فيز دي سي كلهم هدول sources من هون عندنا elements زي R, L, C, O, R, L, و C و neutral, ground, breakers في عندنا كمان هون machines استعملوا في مادة machines DC machine asynchronous machine induction generator أو induction motor synchronous machines كل machines عندنا stepper motor كمان عندنا permanent magnet ممكن تعمل ار 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 ال مش هيك قصدك الكومبوننتس ممكن اعملهم سيريز وبارلل بالالمنتس اللي هون الالمنتس اللي هون هي عندنا مثلا هون هي بارلل ار ال سي برانش وسيريز ار ال سي برانش تستعمله في عندنا كمان ميجرمنتس اذا بدي اقيس اشياء معينه فولتج ميجرمنت او كرنت ميجرمنت راح نشوفها اليوم وكمان عندنا باور الكترونكس في عندنا دايود اي جي بي تي اللي كنا نحكي عنه قبل شوي الكومبوننتس اللي بنستفيد منهم باور الكترونيك رح نبدا هلا احنا ببساطه اذا بدنا اي واحد من البلوكس هدول باخده وبعمل له دراج اند دروب بتعرف كيف تعملوا دراج اند دروب فمثلا نيجي احنا هون بدنا نعمل فولتج سورس اي سي فولتج سورس بروح على الكتريك سورسز بنسحب اي سي فولتج سورس بنحطه هون هي صار عندي اي سي فولتج سورس كقاعده عامه اذا بتعمل دبل كليك على اي بلوك بيفتح وبخليك تدخل الترانسفرز تبعته فمثلا هذا هون هذا ساينوسويدال فولتج سورس مش هيك البيك امبليتيود 100 بيت فولت ايش الفرق بين البيك والار ام اس اعلى قيمه في الساينوسويد هي البيك لكن اللي بهمنا من ناحيه الباور مين الار ام اس شو العلاقه بين البيك والار ام اس جذر 2 بس البيك على جذر 2 في بيك على جذر 2 بتعطيني في ار ام اس الفيز انجل تبعته زيرو اللي هي كانها اذا فيزر اذا بفكر فيه بفيزر الفريكونسي انا راح اغيرها هون هلا ل 50 هرتز 60 هرتز عادة في امريكا عندي هون هذه نعملها هوك هي صار عندي فولتج سورس بامكاني اغير اسمه اذا حبيت مثلا حطه هون مثلا 100 فولت مثلا 50 هرتز مثلا زي ما بدك بتسميه اللي بدك اياه يعني. اذا هي صار عندي هون فولتج سورس خلينا نحط هون ريزيستيف لود بس راح احطها ريزيستر اذا راح ناخذ اليمنتس من هون وراح اخذ مثلا ناخذ سيريز ار ال سي برانش
نحطه هون. هلا بامكانك تلفه اذا بدك 90 درجه، تعمل رايت كليك فورمات، بعدين روتيت بلوك كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز. اوكي نبعده شوي هون. هلا هذا انا ما بديش هلا اندكتر وكاباستر، فراح احول هذا اللود الى ار بيور ار بس ريزيستر. راح نعمل قيمته 10 اوم مثلا، يعني هو تحول شكله اوتوماتيكيا تحول ل ريزيستر. هلا نغير اسمه، خلينا نغير اسمه ل ريزيستيف لود. إذا هذا ريزيستيف لود 10 اوم. إذا صار عندي هذا جاهز. هلا بإمكاني أشبكهم، بس أنا ما بينفعني هذا أشبكه وأنا مش قادر أشوفه، مش قادر أقيس. إيش بدي؟ بدنا قياسات. إيش بدنا نقيس؟ إيش بتحبوا نقيس؟ كان نقيس الكرنت والفولتج. خلينا نقيس الكرنت والفولتج. فراح نيجي هون ناخذ من الميجرمنتس لايبرري، راح آخذ كرنت ميجرمنت. الكرنت ميجرمنت شو بيختلف بشكل أساسي عن الفولتج ميجرمنت؟ لازم أحطه إن سيريز، لازم أفتح الدائرة بشكل عام، مش هيك؟ هلا صار في اجهزه جديده بتقيس بالكلام، اذا شو بدهم كلام ميتر، بس بشكل عام كقاعده لازم الكرنت تكون ان سيريز حتى يقدر يقيس الكرنت اللي عماله بمر. فراح اخذ هلا هون حتى توصل نقطه بنقطه بدك تكبس الليفت هاند بتن تبع الماوس وتضلك كابس وتسحب يعني. بعدين هون باخذ، لاحظوا البلس والماينس هم اللي بيمشي فيهم الكرنت، البلس والماينس اللي بيمشي فيهم الكرنت. طب شو اللي ضلت هاي اللي عليها المثلث؟ عشان القراءة تطلع منها، هذه سيجنال. لاحظ هدول الخطوط بيختلفوا عن بعض، هذا الخط خط بمر فيه كرنت، هذا سلك وهذا سلك، هذا هون سيجنال إشارة، الإشارة بقدر أوديها على الأوسيلوسكوب اللي هو في السيميلينك. هلا بقدر أوديها على الأوسيلوسكوب وأقيس قيمتها. خلينا ناخذ هذه هلا نشبكها مع هاي من هون. إذا هاي الدائرة هون اكتملت عندي، بدي أقيس فولتج كمان، بدي فولتج ميجرمنت. راح أجيب هذا الفولتج ميجرمنت وأحطه هون وخلينا نشبكه مبارلل مع اللود، وراح احط هذا هون وراح احط هذا هون. حلاوه السيميولينك انك كانك انت في مختبر، ما تقدر تحرق شيء ولا تقدر تخرب شيء، تقدر تضلك شغال 10 ساعات 20 ساعه اذا بدك. فله ميزه كبيره جدا اللي عنده، الكل عنده امكانيه ينزله هذا. 2009 هذا اللي منزله، الكل عنده اياه وفي عنده امكانيه ينزله. اذا خلينا نشوف هلا من هون ايش هو عفوا؟ عندك اياه هلا هون عندي الكرنت ميجرمنت ريزيستيف لود 10 اوم. هلا خلينا ناخذ اوسيلوسكوب، الاوسيلوسكوب لازم ارجع على السيميلينك نفسه حتى انزله. فهون اذا بتروحوا على السيميلينك في انه هون شيء اسمه سينك. ايش يعني سينك في اللغه؟ سينك معناها مصرف او مكان بتروح عليه الاشياء، مخرجات ممكن ممكن. فهون راح اخذ انا سكوب، راح نحط السكوب هون، بس السكوب هذا انا بدي اشوف عليه تو شانلز، مضبوط؟ بدي احوله لتو شانل. في طريقتين، يا بغير السكوب بخلي له تو انبوتس او بحط عليه مالتي بلكسر. عارفين شو المالتي بلكسر؟ مالتي بلكسر اللي بدخل تو انبوتس وبيطلع منه مش بيجهم كانهم بخط واحد، بنسميها عاده في ناس بيختصروها ماكس. خلينا ناخذ هلا هون هذه دي ماكس، هي الماكس، حط المالتي بلكسر هون، ناخذ هذه من هون، هذه هون، بعدين هذه. صار عندي اذا الشانل الاول هو الكرنت والشانل الثاني هو الفولتج. هيك احنا جاهزين المفروض نشغل. في عندنا شيء ناقص، حتى اعمل رننج لسيم باور سيستم لازم يكون في عندي شيء اسمه الجي يو اي جرافيكال يوزر انترفيس، هذا لازم يكون موجود، بحطه كبلوك بحدد طريقه حل الديفرنشال ايكويشنز. هذا موجود بالسيم باور سيستمز الاساسيه من هون، شايفينها هاي؟ ناخذها نحطها هون. هلا هاي كلمه كونتينيوس يعني حل المعادله راح تكون كونتينيوس مش ديسكريت. هذا ما بيهمناش كثير هلا، بس بيقول لي كيف راح تنحل المعادله. فبيهمني بس انها تكون موجوده، اذا ما كانت موجوده مش راح يعمل ران لما تحاول تعمل ران. الزمن اللي بعمل له ران وين بحدده؟ من هون. هذه 10 ثواني، 10 ثواني وقت طويل بالنسبه لهاي اذا كانها 50 هرتز. قديش البيريود تبعت هاي اذا كانها 50 هرتز؟ شو يعني بيريود؟ واحد على 50، واحد على الفريكونسي، واحد على 50 قديش تعطيني؟ 20 ملي سكند، 20 ملي سكند، هذا وقت طويل انا ما بحتاج لهالدرجه ال 20 ملي سكند. خلينا نعمل مثلا
200 ملي سكند يعني 0.2 اوفر سكند. اوكي هيك احنا هلا صرنا جاهزين المفروض نعمل ران. خلينا نتاكد كل شيء مشبوك عندي. نعمل ران. هلا عم بعمل ران تحت بتطلع هون عم بعمل ران. هيك خلص شوف السيجنال. نعمل دبل كليك على السكوب المفروض يفرجيني السيجنال. هلا هون في مشكله في السامبلينج. السامبلينج فيري لو تبع الاوستروسكوب. راح ارفع السامبلينج احسن السامبلينج. هاي بنحسنها من هون. فبنيجي على اول شيء الداتا هيستوري راح اشيل هذه. بعدين هون راح اعملها سامبل تايم. والسامبل تايم راح اعملها 1 اي تو ذا ماينس 6 اظن اللي هي 1 ملي سكند 1 مايكرو سكند. خلينا نعملها ران مره ثانيه. هاي بس كيف شكل السيجنال بيطلع كم سامبل بعد. هيك شكله ارتب مش هيك احسن. اوتو سكيل. اوتو سكيل بيعمل سكيلينج للهذا. طيب شو بتتوقع هذول مبينين الخطوط معكم؟ الخط هذا مش مبين واضح كثير. مبين الخط هذا شايفينه؟ شايف في خط هون خط الثاني. شو بتلاحظوا هذول السيجنالز؟ ايش هم هذول؟ اول شيء ايش هم شكلهم السيجنالز التنتين؟ ساينس وودرز. احنا دخلنا على هذا النتورك ساينس وودر سيجنال وايش الكرنت اللي مش عندي؟ كرنت. هل هو ساينس وودر كمان الكرنت؟ وين الكرنت؟ بيس لهذا الكرنت. هذا فولتج. ليش هذا الامبليتيود تبعه اصغر من هذا؟ لانه قديش كانت قيمتها؟ 10 اوم. اذا الكرنت اللي راح يمشي في الريزستور راح يكون 1 على 10 من قيمه الفولتج. هذا اول شيء. هل هذا ساينوسويدل؟ هل هذا ساينوسويدل؟ اذا تعريف هذا اسمه لينير نتورك. راح نعرف نتورك ثاني مش لينير. اللينير نتورك ايش تعريفه؟ إذا دخلت له ساينوسويدال فولتج ايش بسحب؟ ساينوسويدال كرنت بنفس الفريكونسي. هل هذول لهم نفس الفريكونسي؟ قديش الفريكونسي تبعتهم؟ خلينا 50 هرتز. كيف عرفنا؟ ايش بنقيس؟ بنقيس البيريد تبعتهم. إذا قسنا البيريد وحدة تنتين هاي بيريد مش هيك؟ ننزل البيريد هون هذه قيمتها 0.02 اوفر سكند. كم ملي سكند؟ اسمع 20 ملي سكند. 1 على 20 ملي سكند بعطيني 50 سنت. ايش كمان بتلاحظوا هذول التو ويف فورمز؟ انفيز. انفيز تمام احسن انفيز. كيف شو يعني انفيز؟ يعني لما صارت عندي زيرو كروسنج تبعت الكرنت بنفس الوقت صارت زيرو كروسنج تبعت الفولتج. ايش الفيز انجل بين الكرنت والفولتج؟ هل هذا صحيح؟ صحيح. ليش صحيح؟ لانه عندي ار. اوكي لانه ريزستيف لود. ريزستيف لود لا بعمل لاجي ولا بعمل فيدي. اوكي تمام. بس نرجع اخر لحظه نتذكر الار ام اس تبع هذه قديش؟ البيك تبع قديش؟ 100. الار ام اس قديش تقريبا راح يكون؟ 120 اللي هي تقريبا 70. تقريبا 70 فولت الار ام اس. والار ام اس هون تقريبا 7. فلما بدي احسب الباور اللي اخذه هذا الريزستر كيف بحسبه؟ الباور شو بيساوي؟ اي سكوير ار. بس الاي شو لازم تكون بالحاله هاي؟ ار ام اس. ما بصير اخذ البيك. ما بصير اقول الباور اللي بسحبها الريزستر هي 10 تربيع في 10. ايش هي؟ 7 تربيع. 7 تقريبا تربيع في 10 حتى تعطيني الباور ان واتس اللي بسحبه هذا الريزستر. او باخذ في سكوير على ار مش هيك؟ بتعطيني الباور اللي بسحبه. اوكي ماشي هيك. وقف للفيديو.